السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير إن شاء الله. النهاردة متابعة الشمس أو تحري شمس ليلة 26، وطبعا النهاردة ليلة زوجية. طبعا في ناس بتعترض على موضوع الليلة الزوجية، لكن زي ما بنقول أو بعض الأخوة يعني وضح قال إن ممكن تكون الليلة الزوجية فردية في دول تانية. النهاردة زي ما انتم شايفين القرص باين، قرص الشمس باين كبير، يعني قريب شوية من امبارح، يعني اللون مش ابيض ناصع، ويبدو والله اعلم من الوهلة الاولى ان هي هتكون ليها شعاع النهاردة. النهاردة زي تقريبا امبارح، زي اول امبارح، لكن يعني تحس ان هي اقوى، كل يوم بتبقى الشعاع بتاعها اقوى يعني. ف 24 ليلة 24 لغاية الآن هي أقرب شوية من 25 ومن النهاردة من 26. زي ما انتم شايفين اهو بدأ يعني هيظهر ليها قوة في الأشعة بتاعتها وفي الإضاءة بتاعتها. يعني حاليا أنا النظر ليها صعب شوية، النظر بالعين المجردة واضح ان هو ضوءها شديد. طبعا مع الوقت في كل كام ثانية كده بتزداد اكتر، يعني حاليا ما تقدرش تبص لها بيسر وسهولة زي امبارح. واضح من البداية ان هي مستبعدة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشمس في اليوم ده لا يخرج معها الشيطان، فبتكون ملهاش اشعة وتقدر تبص لها بسهولة وببساطة يعني. برضو مفيش سحب، السماء صافية جدا، الجو صافي جدا وهادي. مفيش يعني مفيش سحب منعكسة عليها الإضاءة أو اللون، لكن اليوم اللي بتظهر فيه الشمس ليلة القدر غالبا بتبقى يعني هادية جدا جدا لدرجة مش محتاجة تحليل. يعني انت بتشوفها من البداية بتقول هي دي الليلة. الأقرب دلوقتي والله أعلم ليلة 21 وليلة 23 و 24 برضو واخدة قوة يعني، انما 25 والنهاردة 26 مستبعدة تماما. يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي خلاص، يعني دلوقتي ما تقدرش تبص فيها كتير. لكن سبحان الله الليالي العشر كلها الشمس فيها مختلفة، الليالي العشر كلها الشمس فيها مختلفة تماما عن بقية السنة. ولكن اللي انا لاحظته يا جماعة ان في اتفاق على امر واحد، وده اللي احنا حاسينه. يعني انا من امبارح بالليل وحاسس ان الليلة يعني مستبعدة تماما، بعيد خالص عن ان هي تكون ليلة القدر. عشان كده بقول ركزوا في الليلة نفسها وفي قيامها وفي الإحساس اللي بيجي لك، سواء في الخشوع في الصلاة أو في كثرة الدعاء أو في الإحساس بالسكينة. نبتعد خالص عن موضوع نباح الكلاب وإن صيح بيك عشان الملائكة والكلام ده، لا الكلام ده مش موجود مش وارد. العلامة الوحيدة اللي هي الشمس. علشان كده بنقول إن احنا نركز في الليلة. وعايز أقول لك يعني طبعا أنا مش بدعو إن احنا نقلل من العبادة في الليلة دي، لكن انت ممكن تصلي ركعتين تحس فيهم ان هم دول اللي يعني والله اعلم فيهم القبول. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. وانا شايف يعني ما شاء الله يعني الموضوع السنة دي بدأ ينتشر قوي، ان في ناس بدأت تصور، لكن احنا بنقول
يعني التصوير من اي مكان يصلح. يعني في ناس بتقول لا لازم تصور من صحراء او زي المكان اللي انا بصور منه وتبقى بعيد عن العمران. لا الكلام ده دي شمس يا جماعة، يعني قريب من العمران بعيد عن العمران، المهم ان انت تكون تحاول تشوفها وهي لسه طالعة، ما تكونش بعد ما تطلعين. شوف دلوقتي يعني اهو نفس اللي انا قلت لكم عليه من البداية، من اول لحظة او قبل ما تنتهي الدقيقة الاولى من شروق الشمس بتقدر تحدد، لو انت عندك الخبرة بتقدر تحدد اذا كانت انها هتبقى بشعاع وشمس قوية ولا لا. بصوا دلوقتي مختلفة تماما عن امبارح، ومن قبل كده انا بتكلم يعني وخدنا الكلام شوية، لكن زي ما انتم شايفين يعني خلاص ما تقدرش تبص للشمس دلوقتي كام ثانية على بعض. القرص ابيض اه، لكن درجة الإضاءة والأشعة بتاعتها عالية جدا فما تقدرش تبص لها. فكده والله أعلم يعني مستبعدة تماما. طبعا قدامنا بكرة إن شاء الله اللي هي يعني تعتبر أهم الليالي أو التركيز بيبقى عليها قوي، ليلة 27. طبعا احنا مش بنركز عليها على ان هي يعني احنا بنقول ان هي في العشر الاواخر والاقرب في الوتر والاقرب في 27. يعني السنين اللي فاتت 27 كانت نادره في ليالي القدر، فنركز الليله يعني الليله المفروض ان هي والله اعلم ليله قويه في المنافسه من حيث الاستحسان. ونشوف بكرة الصبح الشمس صبيحة ليلة 27، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا ويعيننا على الطاعة ويأذن لنا بطاعته دايما يا رب وسط البلاء والابتلاء اللي في العالم كله، انه عقاب شديد من الله سبحانه وتعالى، فلازم يكون في رجوع وتوبة الى الله سبحانه وتعالى، لان احنا مش حمل غضب ربنا سبحانه وتعالى ابدا يعني. فعشان ربنا يعدي البلاء العظيم اللي احنا فيه ده لما الناس مستهونه بيه لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى. مش هكذب عليكم يعني انا خرجت يوم في رمضان لامر ضروري، للاسف الشديد حسيت ان الناس لا عامله اعتبار للبلاء والغضب اللي من الله سبحانه وتعالى ايا كان، حتى لو اسبابه اسباب بشريه ولكن الله مسبب الاسباب. الناس مستهينة ومستهينة في شهر كريم زي ده، يعني لا خوف من الله سبحانه وتعالى ولا احترام للشهر ولا خوف من البلاء وان الموت بقى قريب من الناس كلها. فربنا يهدي، واللي بيصلي يدعي وبيجتهد يدعي لنفسه ويدعي للأمة كلها ربنا يصلح حالها، لان كلنا هيطولنا البلاء طالما في ناس مستهترة ومش عاملة حساب لربنا خالص. ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال ونجتهد في الدعاء، وبكده يبقى تحري ليلة 26 انتهى على خير ان شاء الله. والله اعلم الليلة مستبعدة ما دخلتش المنافسة كده، وان شاء الله ننتظر بكرة في تحري ليلة 27 ان شاء الله على خير. وما تنسوش كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.